على ذي العصر العريق صاحب نبيكم في الغار والرفيق خليفة رسول الله عميد المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى زاهد العمار الناطق بالصدق والصواب الذي كان راجيه موافقا للوحي والكتاب مزكي للمسجد والمنبر والمحراب خليفة رسول الله عميد المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان ذي النورين والبرهان الذي ما استحيت منهم ملائكة الرحمن خليفة رسول الله عميد المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب ليس بدل أبي طالب مظهر العجائب والغرائب إمام المشارق والمغارب خليفة رسول الله عميد المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله